نعانوا من مشكلة، من ظلم، من ضغط الأخوة، من ولاد العم والأخوة، كلوا حقنا، كلوا ورثتنا. معظمهم يخافوا من تقدم للإجراء القانوني أو أنهم يشكوا في إخوات في خوتهم أو في أهليهم، لأن مازال العائق الاجتماعي موجود ومازال الخوف من الإقصاء. كل ما نحاول أني أنا نقرب لها المسافة، طول ما نحاول أني نقنعها أن هي تلجأ للقضاء، أن هي ترفع دعوة، أن هي تقدم بشكوى ضد أخيها، لكن للأسف الأكثرية رافضين فكرة أنهم هم يقدموا شكاوي أمام القضاء. حق النساء في الإرث قد يبدو مطلباً سرياليًا في بلد يحكمه العرف الاجتماعي وتعجز فيه المرأة عن المطالبة بحقوقها، فحياة اللقانون التي يحاول البعض تكريسها سهلت استيلاء بعض الذكور على ميراث إخوتهن عبر التزوير والتدليس. نعانوا من مشكلة، من ظلم، من ضغط الأخوة، من ولاد العم والأخوة، كلوا حقنا، كلوا ورثتنا. ورثة تقدر يعني تقدر تقولي بالملايين، يعني أخذوها واغتصبوها منا وداروا إجراءات رسمية في الدولة، طبعاً عن طريق التزوير وكذا، وخشوا تزوير وحرموا، يعني لغوا وجودنا بأن في إناث في العيلة بكل، يعني ورثة ذكور فقط، وحاولنا نتكلم، وحاولنا بالهدوء بالإصلاح بالكذا، يعني إحنا شبه مجموعة أخوات دائما يعتبر نعيش يعني تقدر تقول تحت الفقر، يعني تحت خط الفقر يعني، والله مستوى الفقر يعني. لما توفى الوالد الله يرحمه من رابع يوم بعد المأتم بدأت مشاكل الميراث، وكان طبعا احنا كنا 3 بنات بس وخمس أشقاء، فأطلعن ما أطلعن، البيع ما البيع، نصيبهن ما نصيبهن، وين يقعدن، بدأت المشاكل. استمرت المضايقات، بعدها استقر رأيهم بيتنا كان كبير فسكروا البيت كله وخلوا جزء بسيط اللي هو فيها أنا واختي على أساس أن هذا نصيبنا، أما الباقي ما لناش أحقية فيه ولا نقدر نفتحه ولا نجو شورى. تواجه النساء في أغلب المدن والقرى الليبية تهديدات متعددة عند مطالبتهن بالإرث، قد تصل أحياناً إلى حد التهديد بالقتل. هددون، تكلمنا بالإصلاح بالهدوء، فهددون تسكتوا والله نقتلكم، نقتل ولادكم، فالظلم هذا الحق حتى أولادنا، يعني من اللي بيجي يعني بيدفع علينا من أولادنا من ظلمهم والله، من تهجمهم علينا والله، شيء هددوهم بالرصاص، هددوهم بالقتل والاغتيال، هددوهم بكل ما بالاعتداء على ممتلكات الشنار و يعني حراق الممتلكاتنا. قد تحاول بعض النساء إحداث ضجة والمطالبة بحقهن في الإرث، لكن سرعان ما يصطدمن بحاجز المجتمع الذي لا يتوانى أفراده كل مرة عن طعن حقوق المرأة بخنجر العادات والأعراف، وقد تظهر هذه الممارسات العنصرية ضمن عائلات معروفة في ليبيا. نذكر مجموعة عائلات اللي عندهم من عاداتهم أو تقاليدهم بأن المرأة ما تورثش. بالنسبة لمدينة درنا، هي في ليبيا كلها، لكن أخصائية كشاهد عيان في المدينة، داخل المدينة، ممكن أن السنوات اللي فاتوا نعرف عائلات، منهم عائلة الحصادي في مدينة درنا، ومش العائلة الحصادي قبيلة كبيرة أو عائلة كبيرة، لكن نخصص عائلة
الركروك وعائلة عزوز، وفي عائلة من عائلة الجباني هذه ما توردش المرأة. احنا كشبكة نسويات ليبيات نتلقوا في شكاوى دورية من قبل نساء وفتيات يحرمن من ميراثهن، ويطلبوا في استشارات مثلا، في منهم ومعظمهم يخافوا من تقدم للإجراء القانوني أو أنهم يشكوا في إخوات في خوتهم أو في أهليهم، لأن مازال العائق الاجتماعي موجود، ومازال الخوف من الإقصاء، لأن اللي يديروا فيه أنهم مش بس يخنبوا مثلا أو يسرقوا ميراثهم، الفكرة أنهم لو طالبت هي بميراثها يتم إقصائها تماما. فللأسف في الكثير من السيدات حتى قتلن من أجل الميراث، في منهم اللي لتوا ما زال محرومات، في منهم أنا عندي حالة توال مؤخرا هي مريضة، يعني مريضة كانسر، وخوتها رفضوا إنهم يعطوها الميراث، في واحدة تانية تتعرض للتهديد بالقتل توا وتطلب في الحماية. من حق المرأة في ليبيا أن ترث تبعا للقانون رقم 6 لسنة 1959، لكن يوفر هذا القانون حماية شكلية فقط، وهو ما عمق عجز المرأة عن المطالبة بحقها. القانون رقم 6 لسنة 1959 طبعا هذا القانون للأسف أنا أراه عن نفسي هو يعتبر حماية شكلية للمرأة فقط، فهو لا يوفر لها الضمانة الكافية للحصول على حقها، وبالتالي هذا القانون يعتبر قانون غير مانح. كثير من الحالات أو كثير من النساء التي تشكي أو تفتقر إلى الشجاعة والقوة أنها تطالب بحقها من أخيها في الميراث، وردت لدي العديد من القضايا في المكتب طبعا، ولكن عندما نحاول أن نعمل إحصائية بعدد الحالات نجد بأن هناك عدد حالات بسيطة جدا، أكثر شيء تدرج تحت مثلا تصفية تركة أو دعوة قسمة، وبالتالي هذا الأمر يشكل صعوبة حقيقة بالغة للمرأة، وهذا يعتبر فعلا هو من أشد أنواع العنف ضد المرأة، نتيجة أول شيء حرمانها من حق هو أساسا حق أصيل يعتبر لها هي طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي الشريعة الإسلامية قد وضحت يعني حق المرأة في ميراثها من والدها. هنا أريد أن أقول للرجال أن ما تقومون به، أقصد الرجال الذين يمنعون إخواتهم من الميراث، أقول لهم إنكم تخالفون القرآن الكريم وأنتم من المسلمين، وهذا لا يقبل شرعا ولا عقلا ولا قانونا ولا غير ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نقول إن حق المرأة هذا مسطور في القرآن الكريم، مسطور في القرآن الكريم، فليس من حق أي أحد أن يأخذ منها ميراثها عنوة وقهرا لها. كذلك أتوجه إلى النساء بهذه الكلمة، أيتها المرأة المسلمة طالبي بحقك في الميراث وخذي حقك، خذيه كاملا حسب الشرع. حرمان النساء من إرثهن في بعض المناطق في ليبيا فعل عنصري يفضح التناقضات الدينية في مجتمع إسلامي يولي بعض أفراده للدين أولوية خالصة، لكنهم يتعمدون في الوقت ذاته مخالفة الشرع وفرض سلطة العرف عندما يصل الأمر إلى مصالحهم المادية.